السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي يومية مهاجر من داخل وخارج المغرب. الآن بعد ما راح ناخذ إن شاء الله غدا نخرجوا المرحلة الثانية الجيان تاع كاستيانا مانشا. راح نجينا درنا واحد القهوة لأن ما كنا في المرحلة الأولى ودوك حنا غادي نخرجوا المرحلة الثانية. بقاو معايا غادي تشوفوا القهوة، يعني جينا نتقهوى عند المنطقة السياحية. بقاو معايا الفيديو، ما تنساوش باش ديروا لنا جيم وابوني وتفعيل الجرس باش تبقى القناة ديالنا مفعالة. يو فانتا غراسياس يو فانتا لي مون بولون ديالك سي غراسياس نادا اللاطه اي باسيو ديالك شكرا.